سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لك مما طلعت عليه الشمس. أتمنى كل واحد يقولها وينشرها بإذن الله تعالى. سأبدأ معكم في استنى سنة، سنة حسنة جزا الله خير من نشرها. مصليات ممشى الملك عبد الله، هنا ثلاجة فاضية ما فيها ماء، ثلاجة جاهزة. لما تروح تأخذ لك كرتون، كرتون ب16 ريال يشرب منها عابري السبيل، يشربون منها العمال، فكم لك من الأجر؟ سقي الماء من أفضل الصدقات. أنصاكم يا عزوتي، أنصاكم أنكم إيش ما تمدحوني ولا اكتبوا، بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بس عبوا التعليقات بذكر الله، عبوها يا طالبين الربع عندي لكم ربح يفوق رؤوس أموالكم 10 مرات. صلوا على المختار بالليل والصبح وصلوا عليه وسلموا كل الأوقات. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله محمد. الحين البنت إذا جات من المدرسة ولا من الجامعة راحت تربعت في المقلط، والله طفشانة تعبانة، والله ما سعد أمها في الغداء. لا وتصيح سرديني أعطيني ماية عطسانة. أسمع قومي. بعض الأولاد اللي هايطون في البيت يطلع له شعرتين ويقول أنا رجال البيت، أنا مظلوم ولد. غترتك ويا غترتك تروح تنادي الشغالة عشان تكويها، فكك من اليوم.